مساء الخير. يسر التلفزيون أن يقدم إلى المشاهد الأعزاء. نقول لكم مساء الخير عليكم. والو أنا راني في النهار وأنتم راكم في الليل. كيف كيف؟ ها؟ رانا جزء في التلفزيون ترى. إيه نعم. مشاهدينا في كل مكان اللي راكم تشوفوا فينا في هذا الزمان، مساء الخير، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج رحت زمان. في هذا العدد البرنامج يكرم قامة من قامات الفن الجزائري، سيدة المسرح الجزائري بدون منازع. هي الفنانة التي قدمت الكثير لأرشيف التلفزيون الجزائري، أفلام سينمائية وأخرى تلفزيونية، مسرحيات مشوار طويل. أكيد في رحلة زمان اليوم رح نذكره معها ذكريات الزمن الجميل. الفنانة القديرة نورية قزدرلي ضيفة هذا المساء في رحلة زمان مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. واحدة ممن تبقوا من الزمن الجميل، زهرة المسرح كما عرفت وعميدة الممثلات الجزائرية. هذا الشيء كامل على شوية علم اللي حرمتيني منه. صار حبيتي ليه؟ ما صحة دوك نجيب لك بصح تشربي قدامي. وشنو؟ لا لا يوصلك إلا أنت تذكريني رمضان. مرأة مسكينة دائما هي اللي تحمل كل شيء. نورية قزدرلي أو خديجة بن عيدة، المولودة بتيارت في 1921، امرأة مسرح وممثلة جزائرية، قدمت أدوارا كبيرة وصغيرة وتقمصت كل الشخصيات، وفي الغالب عرفت بربة البيت الجزائرية البسيطة والتقليدية من خلال خبرة أكثر من 60 سنة ما بين السينما التلفزيون والمسرح. لا الضبيع متاعك حتى تحطل فوق المقعد الشافي شويك. البداية كانت صدفة سنة 1945 بتعويضها لممثلة غابت عن المسرح في إحدى جولات زوجها مصطفى قزدرلي بقسنطينة، والذي رفض انضمامها للفن أولا ثم دعمها بسبب موهبتها التي استغلها أكثر مصطفى بديع باقتراحها أولا لدور امرأة بدوية في أحد أعمال محي الدين بشترزي. ردوا بالكم تغيصوا في الأفراح. صباح الخير يا سيدي. نعم أعدت نورية مختلف الأدوار مع شخصيات شعبية وعالمية في المسرح والسينما الجزائرية كرويشد، الحاج عبد الرحمن، ويحيى بن مبروك وغيرهم، وتعاملت مع أغلب المخرجين اللامعين كابن عمر بختي، موسى حداد، الحاج رحيم، ومصطفى بديع، والذي كان معه أول أعمالها السينمائية الليل يخاف من الشمس في 1964، لتكون بعدها مسيرة كبيرة بأكثر من 200 مسرحية، 160 مسلسل تلفزيوني، وخمسة أفلام طويلة تخللتها أعمال خالدة كخود معطاك الله في 1981. تيتوني بالعقل قراء ها الاخبار يجيبوه التوالا. سمعتي يسود حلايسك ما يسود حلايسك انتيا. ومغامرات حنيفه علاش سويتي لي سياره؟ علاش دار برناردا في 1994 وطولوا في لساناتكم في الشيء اللي شفتوه، وفيلم الكذاب واولاد القصبه وغيرها. أما آخر ظهور فعلي لها فكان في مسلسل المصير لجمال فزاز. حبيتي تاكل راس وليدتكم يزيدي راسي أنايا.
الفراش ومخي الكتاب. حلوة حلوة حلوة. الخطيبة غير كيما لحقت من البلاد يلزمنا نعقده في الحين. هلا نقعد مع سيدي المنس. اقعدي ريحي. تبقى نورية واحدة ممن أضاءوا الثقافة الجزائرية بأعمالهم الرائعة والتي قدمتها ودخلت من خلالها بيوت العائلات وقلوب الجزائريين، وبذلك منحت الجزائر إرثا فنيا غنيا بأعمالها القيمة الخالدة، والجزائر بدورها منحتها جمهورا عاشقا لإطلالتها. لازم تفكر القرح وتفكر الفرح، فرحنا وقرحنا وجوزنا، جوزنا بزاف في هذا الفن، عندنا ما جوزنا. هذا ما عندي نحكي لك يا وليدي، وان شاء الله ربي يجيب لنا الايام الزينين، ماشي لينا احنا فات وقتنا، للمصغر اللي راهم جايين ان شاء الله ينجحوا ويكونوا احسن منا. شكرا للزميلة أسماء لوناس على هذا البورتري، توقف عند مسيرة الفنانة القديرة والعملاقة نورية قزدرلي، شرفتنا بحضورها في هذا المساء حصريا عبر قناة التلفزيون الجزائري، رغم مرضها إلا أنها لبت دعوة البرنامج أكيد من أجل التلفزيون الجزائري ومن أجل جمهورها اليوم معنا. مساء الخير سيدة نورية ومرحبا بك. الله يسلمك ولادي، يعطيك الصحة، رغم ربما تعب تاعك إلا أنك لبيتي دعوة البرنامج وجيتي على جال الجمهور تاعك. جيت على جال أولاد الجزائر وجمهور وبلادي ووطني. ربي يطول في عمرك. أكيد الجزائر تفتخر أنها أنجبت فنانة كبيرة بحجم السيدة نورية قزدرلي. مشوار طويل، احنا حاولوا في البرنامج أن توقفوا عند أهم الأعمال تاعك، أكيد دائما نقطة البداية مهمة لأي فنان، تذكري البداية تاعك سيدة نورية؟ نذكر ساعات الذاكرة تدخلني شوية، اسمح لي راني كبيرة دوك ماش كما كانت صغيرة. أكيد، لكن أرشيف التلفزيون الجزائري مليء بالأعمال تاعك، وحنا نذكر المشاهدين بأهم الأعمال تاعك. أكيد اللي يتابع مسيرة السيدة نورية، أكيد ثنائي رائع حقق نجاحات كبيرة مع الزوج تاعك ربي يرحمه مصطفى قزدرلي. إيه كنا نعملوا جولات في ذاك الوقت، كنت أنا كنت صغيرة، كنا صغار، كنا جماعة، كان عبد الرحمن عزيز الله يرحمه، مصطفى بديع، أبو علاء مرايس، الطيب أبو الحسن، محمد التوري، السيدة لطيفة، كنا جماعة كبيرة، كنا صغار ذاك الوقت، كنا نعمل جولات في قط الجزائر كله. ما شاء الله، أكيد ما شاء الله على الذاكرة تاعك، ذكرتي كل هذه الأسماء، أن ترحموا عليهم، ترحموا على العملاق مصطفى قزدرلي اللي في البداية كان عارض دخولك للفن الزوج تاعك. إيه ما حبش، هو قال اقعدي في الدار. بصح كيفاش دخلت أنا في الفن، كنت أنا خياطة، وهما كانوا يعملوا جولات، كانوا يسموهم لي زارتيس أسوسي، مع بادي أبو علاء، مع عبد الرحمن عزيز، أما لا يروحوا يبيعوا حوايجهم، ما كانش المدخول. أما لا جا ليا قال لي شوفي رانا رايحين سلفينا شي دراهم، قلت له نعطيكم الدراهم من كونديسيون، نجي معاكم نحب نشوف انا واش كنت تخدموا. قال لي انا قابلين، رحت معاهم. من سوء الحظ ذاك الوقت السينما داروا لاقرب، اما لا رحت معاهم في الشمان دي فيل، الممثله تمر تلعب معاهم في السكتش، كانوا يسوا دي سكتش ذاك الوقت، ما جاتش. جا قال لي دوك واش نديروا، قالوا هاي خديجة، أنا اسمي خديجة، صح، قالوا خديجة نحفظوها تلعب تسلكها معانا. كنا بشمان دي فرج، عبد الرحمن عزيز قال لي روحي نحفظ اختو تحفظني، قال لي تلعبي الدور هي ما جاتش ناجية انت تخدمي في المضربة. صح، من تما كانت اكيد نقطة، من تما بدأت البداية، البداية وبعدها اكيد نجاحات كثيرة. بدينا انا تابتاني، اسمح لي يا وليدي تفضلي، أنا تبتها بدينا في برج أبو عارج، الحفلة الأولانية أنا خدم طلابة، قالت الدخلين تحب يقول كانت كما بدير 54 كما ست الضربة نتاع خراطة نتاع الصديفيين. أدخلت أنا يلبسوني طلابة في قهوة،
دخلت نطلب يجي الطبيب الحسن مول القهوة قال ذهبي علينا روحي قال دخلني على روحك ولا زوجي قال لي تطلبي انتي ما تستحيش جيت هنا قلت له نعلة الله عليكم قلت له أنا مرت شاهد قلت له الرجال ماتوا على جبل الحرية وانتم قعدنا الكرطة والدومينو يا واحد الشمايت عايتهم ما خلت لهمش من ثم بديت صح هذا هي البداية بداية جاء مراها مشوار طويل حين توقفوا عنده وكما سمعنا أكيد شهادة تاعك مباشرة عبر قناة التلفزيون الجزائري لليا التلفزيون الجزائري تسجيل مع الفنان الممثل الراحل مصطفى قزرلي قلت له يا ودي تتعبي لو في قصطينا غدا في عنابه غدا في سوق هراس باتنا هادو هادو قالت لي معليش واش راني صغيره عندي 25 سنه في عمري معليش نروح معك الله بارك يمشي معنا كنا نروحوا في شمال ليفير لحقنا الله قال نستناو فنانه جينا دليله ما الله يرحمها وقيله ماتت باش تجي تناقري بقلع ممتني تما موسيقيين عبد الرحمن عزيز الدنيا لطيفه كل أكيد من هذه اللحظة ولدت فنانة هي نوريا فنانة كبيرة سجلت اسمها من ذهب في تاريخ السينما والتلفزيون وكذلك الأعمال المسرحية في هذا المساء نكرم السيدة نوريا قزرلي وأكيد نكرم الفنان الراحل زوجها مصطفى قزرلي أعمال كثيرة جمعتك بالراحل مصطفى قزرلي هي كان منابيتي بس ما كانش يحبني نخدم في الفن نقول لك الصح قال لي قعد انت في الدار من بعد بدات حلولو لوبيرا تاع الجزائر كان محي الدين بصرزي الله يرحمه حوس على الفنانين بس كانوا خاصين النساء كانت السيده كلثوم مع كانت هي في الاول هي اللي كانت تخدم معه بزاف كانوا يوزعوا جولات اما لا ولا يحوس على النساء جا لي انا مصطفى بديع قال لي تحبيها ومحيدين حوش على النساء يا نديك قال لي بدلي حوايجك وياي معايا رحت انا وياه انا تبت في الريد ليزا دخلت عند سي محيدين الله يرحمه الله يرحمه وانا لبست تحفت روحي لبسه مليحه حتى بنتي له قوريه ماشي بدويه جا قال له قال انا قلت جيب لي بدويه جبت انت امريكانيه صح جيت انا قلت له لا قلت انا مصحاب واه ما أناش أمريكانية قلت أنا بدوية صحيح وكان هو أول عمل لك سنة 1945 توالت الأعمال كثيرة ومدام الزوج تاعك كان في البداية رافض أنك تدخلي لعالم الفن لكن بعدها قمت بعديد الأعمال لأنك تعرفي تتصرفي وكان سكاتش واسمه زوجتي تعرف تتصرف تذكره سيدة نوريا؟ والله نسيته اللي تبيعي له كامل واش كاين القش حمام الوان تاع حمام الوان واش هيك نروحوا نذكره مع المشاهدين لقطات اكيد سكتش هو من اخراج المخرج مصطفى قريبي سنه 1960 نعم ولو كانت عقلي روحك وتتربصي ماشي خير يزمك تخمي شوية ماشي هكذا ماريكش دراري أنا يا باش نغزلها قلت نروح الحمام الوان ونروح ولكن واش من الدراهم نروحوا بهم هذا حمام الوان راكي تعرفي خير من الناس الكل شحال راني نصور منين حبيت نروح نجيب لك هاد الدراهم روح نسرق على خاطر انت ما تعرفش تصرف كاش هذا ما نعرفش نصرف يا اخي دائما ندير معاك الحسابات ولما نقبض الشهريه نتاعي تكفيني قد باش نخلص الدين نتاع الشهر الخباز الخضار مول اللحم الماء الكراء التريسيتي عمري ولا قدرت ندير ربع صوردي على جهه الألفين فرنك اللي بقاو اديتيهم العرس بنت خالتك واش راك تقول بنت خالتي اسمع كلش ما حبش خطا في فاميلتي سمعت بنت خالتي ما راشي محتاجه في دراهمك
عندها راجلها اللي عرف لها قيمتها وقدرها ويعرف وين يحطها، وساعة على ساعة يجيب لها هدية. حتى النهار اللي يجيه اللوسي ويسيزلو القش اللي عنده في الدار. اللوسي؟ أبداً أبداً، هكذا صار لي حتى أنا في نهارات الأولين. طحت كي مهبول، اشري من هنا زيد من هي غير باش رد إلى لا. هذا فنارات، هادو بروشات، هادو اخوات تاع الذهب، هادو قرع تاع الريحه، هذه صياغه الى اخره الى اخره. هضرك مانيش عارف كيفاش تفرد الدعوه. مرحبا بابي، مرحبا بابي. يا مول الحوايج ارحم لنا. هي اللي هنايا. صباح الخير يا سيداتي، عندك اش حاجه للبيع؟ صباح الخير يا سيدي. نعم عندي حوايج للبيع، واش تشري؟ جميع الشيء اللي ينباع يا سيداتي. واش تعني بجميع الشيء؟ القماش القديم، التشوالق، البالطوات، المواعن، القش، كل حاجه يا سيداتي. ياه، هما لا استنى شويه. هاك هاد السروال. وهاك هاد الروبا. وهذا الصباط القديم. شحال تعطيني فيه؟ تعرفي ماشي حاجة يا سيداتي. ياه ما لستنى. زيد هاد القماعد، هادو ربع قماعد. هاد الربع قماعد نقدر نقدر نعطيك 3000 فرنك. 3000؟ هذا مكان. هي واش تحبي؟ زيدي السلعة نزيد لك الدراهم. الحمد لله اللي شفتك فرحانة، نظن اللي تعقلت درك. نحب نقول هاك خذ واحد، زوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. من جاوك هاد الدرهم؟ لا تكلمي. ما تقلقش ما تغشش، خليهم عندك ومن بعد نفهمك. مليح. يا لا لا لا، كيفهميني من جاوك هاد الدرهم؟ اسمع، قبل كل شيء نحبك تقول لي إذا نعرف ندبر راسي ولا لا. نعرف باللي أنتم نساء قادرة على كل شيء وتقدروا تدبروا راسكم، لكن فهميني من جاوك هاد الدرهم. شفت هما لا نقدروا نروحوا اليوم، مشى الحال، لكن غدوه نقدروا نروحوا. هيا غا وحكي لنا البلايص. بشويه بشويه، في غردك في غردك، البلايص مازال حي عليهم، وزيد بزياده الكروس عمرها ما تروحوا معمره. غدا الصباح وربي يفرج. فرغي لنا نتعشاو بيد ما نروح نغسل يدي. انا انت عمرك ما تعملش اللي نقول لك عليه. صح، هيا روح للخيام نغسل يدك. مليح يا لالا. وين درتو الخزانه؟
هذاك تسميها خزانة انت؟ كانت مكسرة ومدغدغة كاملة، ما عرفت كيفاش كانت شادة. وما تعرفش باللي خداو جارتنا قالت لي ما تسواش 2000 فرنك. هما لا بعدها ومن بعد نشوف واحدة أخرى. مليح. لكن نظن اللي راك نضعرت ما تزيدش الشرب ها؟ وانتي خلاص ما تزيديش تحوسي على الدواز. لكن يا عزيزي أنا زوجتك. فاطمة زوجتي. ذكرنا معكم مشاهدينا ومع سيدة نوريا أكيد هذا العمل يبقى راسخ في ذاكرة الكثير من الجزائريات والجزائريين. سكتش زوجتي تعرف تتصور وين سيدة نوريا في دورتها بعت يعني كل قش البيت. سيدة نوريا هذا السكتش كامل تفكره وكامل نحبوه، وين بعتي كامل قش تاع البيت باش تحصلي على دراهم سيدة نوريا؟ ما نشتبت عليه هذا. صح. نروح إلى عمل آخر نظن تكوني ذكرتيه، هو فيلم خذ ما أعطاك الله. هذا الفيلم اللي شارك معك في التمثيل حسن الحسني. إيه لعبوا لبيتي هو. صح. خذ ما أعطاك الله كان عندي زوج بنات، عندي واحدة شابة هلولة. صح. وواحدة لا شابة وعاقلة. أما لا كي جاوا الخطابة جابوا واسم الله يرحمه الشباب باش يخطبوا، وانا هذاك متزوج جال زعما جوز روحو في بلاصه الاخر، والاخر انا تبت عليه يقول له خو عبد الرحمن عزيز. اما انا جا قالوا لي لا قال لي هذا راه متزوج ومرته جا يخطب لصاحب وحبيبه. جيت انا قلت انا تاني هو جاي يخطب نعطي ديك البهلوله، قلت له تضحك ما تحبش حتى نرمي لها الماء باش تسكت. صح. هذه هي خذ ما اعطاك الله. وهذا هو خاصه هذا اللقطه يشفعوا لها كامل المشاهدين تاعنا. نذكروا انه الفيلم هو من اخراج الحاج رحمه. نذكركم بهذه اللقطات من هذا الفيلم ونرجع لكم، بقوا معنا. مقارديه يا شيخ. هذا بابك. كيفاش هذه مقارديه هذه؟ وراك حاسب روحك سليمه؟ اي انا حالي نصبط خف. اسمع انت. بلاصه مقارديه وراه في السليمه واللي ما عجبوش الحال يدز. اسمع يا شيخ. راه يقولك دز دز. هيا سامحونا. غاولوا. زوج بلايص زوج بلايص لوين اختي؟ زاهية هدي اختك البيت الاخرى، عندي هضره مع حورية اختك. اسمعي يا حورية بنتي، حبيت نتكلم معاك. على بالك اللي الناس اللي جاو لهم جاو يخطبوا فيك؟ يا ماشي قلت جاو يخطبوا زاهية. اوه شكون اللي قالك جاو لزاهية؟ لا لا يا بنتي، وعلى بالك اللي باباك راه مهور من جهتك وما بابيه يضمن لك المستقبل نتاعو. واش قلتي؟ وليد عايله ومرفهين. ايه شغلك واش تحب؟ ياه يا سيد يا بنتي يا قلب بنتي. واش بك بديتي؟ سويت عليك وقيل هذا هو الوقت باش ندو العروسه لبيتها. صح يلا حورية. موسى على بنتي العزيزه هايك المباراه.
حورية، نوصيك يا بنتي إلا كاش ما غاتك عجوزتك ما تعنديهاش، ما تسمعش كلامها، سمعتي الصح في الراجل وراجلك يحبك. ونوصيك حمري لي وجهي، ما تضحكيش اليوم، خلي حتى الغدو وضحكي إذا حبيتي، وما تخافيش أنا وخواتاتك رانا بيتين هنا، سمعتي؟ وغدوة إن شاء الله رانا نروح نجيب الفطور نولي أنا وباباك. هادا ما يخمو من الزواج للدراري، رايحة ندير لك ريش أنا هنايا. يا لالا واش من مرقة حرقت لك شواربك؟ ها؟ هذا تعيدي العادة. هيا شدي بلاصتك تشوفي. ولا سبع أيام وسبع ليالي. اسمعيش. وسعيني ولا تغندر بغرب داك اللي تخكم الحيط، راهي بعديني. شوفي. الخبر يجيبوه توالا. سمعتي؟ خذ ما عطاك الله لقطات من هذا الفيلم، فيه أكيد الكثير من الفكاهة بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانات والفنانين اللي رحلوا علينا ربي يرحمهم، اللي عايشين ربي يطول في عمرهم. في كل مرة في رحلة زمان الفنان وضيف الشرف يكرم فنان راحل. السيدة نوريا اليوم تكرم الفنان راحل حسان الحسني بوبقرة اللي تعاملت معه كثير. سيدة نوريا، نعم عملنا جولة في فرنسا لميت سمالت غلبي، بالإضافة إلى أعمال مسرحية وتلفزيونية كثيرة مع حسن الحسني ربي يرحمه. وشيت مع واحد الربع هكذا هنا فين تأخذ معطاك الله لميت سمالت غلبي وحود أخرين ولا نسيتهم. يعني أعمال كثيرة الفنان حسن الحسني، احنا حنذكرهم مع زميلة سوريا سيل بشير في برنامج رحت أزمان اللي يتفكر أكيد الفنانين اللي رحلوا علينا. حسن الحسني أو بوبقرة في هذه فاتحة بربر الله يرحمها. صحيح، سنتحدث عن السيدة فاتحة بربر وأسماء أخرى في الجزء المتبقي من البرنامج بعد البورتري لزميلة سوريا سيل بشير. راني نشوف، راني نترون، ونقول لك تاكلوا بالسيف. لا ناكلوا بالسيف. ارتجالي وعفوي، اقترن اسمه بالإبداع والتميز في بساطة. عرف كيف يخطف الضحكة من الملايين ويستوطن القلوب. حسن الحسني أو بوبقرة كما يعرف لدينا، شخصية استثنائية بشهادة كبار المخرجين الذين تعاملوا معه. الهم اللي فيا فيني همهم بدي بركات. صح، انت اللي بيا. صح، سير انا اللي بيك. انت بركوا عندي ثاني على راسي. لم تكن بدايته المهنية في الفن، فكان حلاقا في قريته ثم مسيرا لقاعة سينما ومهن أخرى حتى الخمسينات، أين فتح له باب الفن ليلج عالم المسرح، أين ترك بصمته بأعمال ذات أهداف وطنية كلفته غاليا. Yeah.
دخل السجن عدة مرات أثناء الثورة التحريرية، واستغل وقت فراغه فيه لتقديم عروض مسرحية فكاهية هادفة في أوساط المعتقلين. بقي ينشط في مجال المسرح حتى بعد الاستقلال، أين اقتحم مجال السينما، ولهذه الأخيرة ما تحكيه عن هذه الشخصية المتميزة. وكيف كيف نفس السيد اللي لقيته في الأول هذاك يقول له شاوش بلانطا ماوش غير ماوش هو اللي تبدأ فيه في كل شركة راه كاين واحد كيفه. شارك في عدة أفلام تجاوزت الأربعين، بدأ بفيلم المشعوذ سنة 1959 إلى آخر فيلم أبواب الصمت سنة 1987، مروراً بريح الأوراس، الأفيون والعصا، عطلة المفتش طاهر، وقائع سنين الجمر، وأعمال عديدة أخرى لا تكفينا دقائق التقرير هذا لعدها ولا للحديث عن تميزه في كل دور تقمصه. هذا مش حانوت راح يجيب لنا وزير في الطبق. شوفي فرشتي ولا لا؟ مانيش عارفه شكون جو ثلاث رجال. لا تخلو أكبر الأعمال السينمائية الجزائرية من بصمته، هو من كان يسري الفن في عروقه حتى أنه أهداه أنفاسه الأخيرة إلى آخر رمق، فودع الجزائريين على فراش الموت في لحظات خلدتها العدسات. الشرف في 1959 وأنا راني شاهد ومعايا صيف من الناس اللي راهم. فنان متميز ونموذج مثالي قد لا يجود به زمان مرة أخرى، فعذرا سيدي إن كنا لم نوفيك حقك في هذه الورقة، مسيرتك وما تركته لنا لا يكفينا الزمان كله لتقديم تشكراتنا وعرفاننا لك. كان يا مكان في قديم الزمان حكايات وروايات مع ناس زمان. مرحبا وسهلا بكم، شرفتونا. رح نتفكروا فنانين وفنانات معظمهم رحلوا عن المكان لكنهم سكنوا الزمان. أنا جزء في التلفزيون طرف. يا نعمي يا نعمي. نتفكروا معكم أعمال بقات راسخة في البال. هذا الطبطب إيش كنت حبيت جينا هذا الوقت؟ حقا واش طيب؟ إيه البكبوكه بدي فيك يا والله مطيه. على بركه حلوه. شوفوا وشموا معنا ريح زمان. ريح زمان عبر الجزائريه الثالثه. نكرم الفنانه القديره نوريا قزدرلي بدورها تكرم اسماء اخرى رحلت علينا وتستقبل فنانين مازالهم في الساحه الفنيه الجزائريه. اختارت هذا العدد انها تستقبل كل من الفنان عمار معروف والعمي عمر، وكذلك الفنان الصديق ورئيس الجمعيه الفنيه الثقافيه الالفيه الثالثه سيد علي بن سالم الحاضرين معنا في بلاتو ريح زمان هذا المساء. حلقه اليوم اهداء الى روح الفنان عمار معروف في الذكرى الأولى لرحيله في الفاتح جويليا 2018، حيث كانت هذه آخر إطلالاته على شاشة التلفزيون الجزائري من خلال برنامج ريحة زمان مع القديرة نوريا قزدرلي. سيد علي بن سالم ماما نونو وشراكي و لا بس يا عمار كي نشوفوك كي نشوفوك يا حسرة الدنيا وما فيها وش بيك نوارة تانا لا نوار تفضل إما نادي كنا نسقي ولا ماما ويسقي لنا كاع مي زونفون. صح سيد علي مرحبا بك معنا. الله يسلمك شكرا على هذه الدعوة. مرحبا بك سي عمار. الله يعيشكم وتبارك الله فيكم. عليها عليها نقطعوا بحور نطلعوا جبال على إيمانا العزيزة عسرة. الله يسلمك نوريا. الله يسلمك الله ينورك يا نوريا. صح كان عمار معروف ولا سيد علي بن سالم بزوج عزاز عليك سيدة نوريا.
أنا كامل أولاد الجزائر عزاز عليهم، ماشي غير هادو صح. ما من تا منهم. يطول في عمرك إن شاء الله. حنا لو كان صبنا مالا نجيبوا كامل اللي تحب يوم هنا. على العموم راهم ملتفين حول شاشة التلفزيون الجزائري. عمي عمير، أنت اللي مثلت معها أدوار كثيرة، وش الحاجة اللي تتذكرها دائما في الأدوار مع سيدة نوريا؟ تلمع لعبت يما اللي وليت نحسها يما تاع صح. أول دور اللي شاركت فيه في المسرح الوطني مسرحية تاع رويشد هي الأولى، وكانت هي حاضرة فيها هذه في 1964. ومن بعد جات مسرحية مور مسرحية، وفي أغلب الأحيان تلعب يما، وجولنا وحوسنا وسهرنا وخدمنا ونحبوا المسرح، وديما كانت قريبة ليا صح، نحبها وتحبني، وهذه هذا هو المسرح، هذه العائلة المسرحية، ربي يطول في عمرها وممثلة. واش نقول ما شاء الله نعرفوا عليها غير الخير صح، وربي يطول في عمرها. من العمل كذلك اللي جمعتك مع سيدة نوريا وكوكبة من الفنانات والفنانين، مسلسل يبقى في ذاكرة كل جزائرية والجزائريين، المصير. كان عندك دور شاركت فيه، وش رايك نتذكره معك ومع سيدة نوريا سيدة علي وكل المشاهدين؟ لقطت وليدي في المصير. ايه لعبتي يما انت وين تهربي؟ ما تهربيش مني. الله يعيشك. في المصير الله يرحمه، في الزاز، في الزاز والجمال. نروح نذكره كيف كيف لقطات من مسلسل المصير، ونرجو لكم بقوا معنا. واش تحب الخدمة كما العادة؟ ديني دافير امبورطون. خلاص يما خلاص، خليني وحدي. راني عارفه اللي موت باباك جرحاتك، بصح واش تحب يا وليدي؟ هذه حاجه ربي، ما عندنا ما نديرو.
مراد اخذ الشيطان مصداق. كل شيء رجع يبان لك حل. راني نقول لك باللي الموت كاينه وتكون يا وليدي، ربي هو اللي يمد هو اللي يدي. مادام هذا هو الفقر اللي عندنا وليدنا، وجهك صحيح، ديري غير العمله اللي قد راسك ومن بعد خلاص، حتى شي ما نفع معك. واش من عمله درت؟ مازال ما فقتيش علاش كمال راح وخلانا؟ وعلاش مريم راحت؟ مازال ما فقتيش علاش الضريف فارغه السفر علينا؟ قولي لي. معلوم راني فايقه، راني فايقه. واذا راحوا انا اللي قلت لهم روحوا، الغلطه مني انا. ايه انت كتكلم؟ قول لك الصح، انت انت سبب كل شيء. استعرفي وفيقي مع روحك، خير لك وخير لنا كامل. واش قلت كمال؟ ولد؟ مبروك عليك، ربي يعيشولك. اسمع غير يجي موسى رانا نلحقكم للدار. هيا بقى على خير. هذا خويا كمال زاد عنده وليد. مبروك عليه. اسمعي دوك نتصل موسى باش يجي يدينا. ماذا بيا نجي معاكم؟ صح على بالك شي خرامات بزاف، ما خدش خلي وحده ونروح. مره اخرى اذا انا غلطت انا راح نطلع عليهم. ما عليه. لقطات من مسلسل المصير إخراج الراحل جمال فزاز. نشاهدوا أسماء كبيرة رحلت علينا، نترحموا عليهم، والأسماء اللي ما زالها عايشة ربي يطول في عمرهم. وش تحس كي تشوف عمر هذا العمل اللي عنده مدة؟ وش تحس؟ وش تحس؟ هذا تاريخ، هذه حياة، هذا مسرح، هذا فن. والله يبارك عبادك ده، سي مرفيو. تشوفهم مازالهم ان شاء الله ربي يطول في العمر. المسير هذا وصلنا قبل في 87. صح بغيت نرقع لك واحد الكلمه قلتها قبيله، شافيه مدرع بدات معنا في المسرح، بدات ولا كتاب تاع نوريه في 67، شاركت في دائره الطباشير. ما طولتش على كل حال، ما قعدتش، قلت ما طولتش، ما طولتش، رحت الحاله خير، رحت مع مسرح من بعد. وسات واحد الفيلم الغوزي شافها بديع، عجبته في الشاشة، أداها في الحريق. صح. من تم اللي انطلقت في الشاشة. نحيو صح، نحيو سيدة شافية بودرا اللي كان ضيفنا في أول عدد. السيدة نوريا، شفنا بزاف فنانات وفنانين على غرار السيدة فاتحة بربا اللي كانت كذلك صديقتك في الفن وفي الحياة. فاتحة بربا كان الناس يحسبوها بنتي، يسقسوني يقولون بنتي، كانت عاقلة وتحب الفن وكانت حنينه، والحاجه اللي تطلبها فيها مسكينه تعاونك، كانت تساعد بزاف وعاقله، هذا ما نقدر نقول عليها. صح. نروحوا نسمعوا تسجيل كانت اكيد قدمته الراحله فاتحه بربال للتلفزيون الجزائري لما سالوها على السيده نوريا. من بعد خدمنا كيف كيف، ومن بعد ولينا دي زامي vraiment des amis en dehors du travail quand même. نجوز ليها نشرب عندها قهوه، تجوز ليا، تجوزنا 15 سنه كيف كيف في سيركو في دارهم. خدمت لي بيس دو تياتر عمار بوزوار، لي كونسييرج في التلفزيون، خالتي الجوهر، خالتي حنيفه، يعني كان نسيتهم بصح خدمنا بزاف. يعني مع مصطفى والسيده نوريا تجوزت 35 سنه لحد الان، حياتي 35 سنة معهم في المسرح في التلفزيون ونتزوروا. مساء الخير فاتحة. مرحبا بك، واش راك يا العزيزة؟ الله يسلمك. شحال كاين نوريا؟ بخير الله يسلمك. وحشتك. أنا ثاني توحشتك. أنا جيت نشوفك. جوزي مرحبا بك. ربي يرحم الفنانة سيدة فاتحة بربا، رحلت علينا لكن أعمالها مازال حية حاضرة في أرشيف التلفزيون الجزائري، وتقدم من خلال عديد الأعمال تاعها عبر قنوات التلفزيون الجزائري. سيد علي بن سلم، أنت محبوب بزاف عند هاد الفنانين خاصة الكبار، يحبوك لأنك دائما تفكرهم، دائما تكرمهم. الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة كل شهر تقريبا تكرم هذه الاسماء، وسيده فاتحه بربر من بين الاسماء اللي كنت كرمتها الله يرحمها. ايه كرمتها في 2009 بالمسرح الوطني الجزائري، لانها فنانه
متوضعة بزاف وحنينة بزاف كما قالت السيدة نورية عليها، وتحب الفن وتقدر الفن، والشيء اللي خدمته السيدة فاتحة بربال كلها كله كان ناجح. وأنا كان سبق لي وتعاملت معها في مسلسل اللي قام به الإخراج ياسين بن جملين واسمه الحنين، لعبت الدور تاع الأم تاعي. إيه. ربي يرحمها. ورح نحكو على لقاء تاعك مع الأسطورة تاعنا الفنانة الكبيرة نورية، لنرجع إلى الأعمال المشتركة مع عمار. معروف واحد العمل على بالي غير تشوف واحد تتذكر يعني كل لقطة منه وكل كلمة قلتها. نشوفوا كيف كيف. عائشة، أختي عائشة، كاش خبزية بس موجود؟ الجواج وعدني على دجاجة والفقد السمين النهدي هو الكليك. قلت لها عائشة، هاي كان جيتي حساسة وتحسي واش راني نحس، راكي حليتي لي بابك ورميتي لي الخبز اليابس. إذا ملوك الحباب غير قول كثرت عليهم، والباري نحي ولغطاه، والكذاب ما بقى له يكذب. أيوا يا صامت، أش جابك لحومتي؟ جيت نحكي لك. يلا راني نصمت. زيد شو ضحكة أخرى خالصة من عندي. قلت لك زيد ضحكة أخرى من عندي. ما تقول صامت وزعف على شهلك، صبتني في حومتك ومن بعد واصر ولا واش راح يصير؟ راك تعديت على القانون، واش جازك؟ العفو، والقسم اللي تساعدنا عليه ما خرجش عليا، الكارطة مرقدة، نعاود نخلطوها، عاود الجرية ويبان سعد المسعود واش مصفي يا خويا. جرينا الكارطة واللعب ربحتو، جوح؟ خفت؟ لا، خفت من المكتوب. قسمي ما تنحيو لي لا أنت ولا غيرك. الشطارة وقف زاخديت الدور المليح، الدنيا مسرح ألعب لعبك، والخاسر اللي قبلت. هادشي ما يهمنيش، يهم المهموم. توالم تصبت حومة وين تعيش، ساكني فيها الأغنية، واش راح لك في الخبز إذا غلا؟ واش من القسام اللي قسم هاد القسيم انت؟ جرينا الكارطة واللعب ربحتو، تجوح داك اللي عفات وقته يمشي آخر. واشنو نخدمو شركة؟ لاش عليا؟ لاش نحوس نشترك؟ مولود، واش قلت لك داك النهار؟ الشركة هلكة. أراد تسمع؟ لكن ما عليش. زيدوا نجربوا ونشوف. مولود، خلط. خير راي سمر راي اخر. وانا مولا خالتي عيشة عيشوشة. واش فايان كاش خبز يابس؟ اسمع، ايه كي تحط الماء باش تدخل الجيران يحسوني مع الخبز اليابس. يا اختي عيشه واش بيك اليوم؟ كريمه ظريفه متفاهمين واليوم حرمتي ولا؟ هيا طبق عليا عفني. الله يعيشك. أكيد ما شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله، وتعيشتونا هذه اللحظة من مسرحية البوابون. أكيد من بين كاين لقطات ولا كلمات يقولوها الفنانين سيد علي، إن كانت مسرحيات ولا أفلام ولا مسلسلات، يبقى الجمهور الجزائري خاصة حافظها وتبقى في الذاكرة تاعو. كاين في بعض الأحيان تكون كلمة هكذا ولا زوج كلمات هكذا يديهم الفنان في يديهم كما لازم الحال، يبقاو يخدموا عليها على حياته كامل. هذه عيشة عيشة شكون ما يعرفهاش. صح، هذه مسرحية من مسرحيات كثيرة كانت قدمتها أكيد السيدة نورية قزرلي للمسرح الوطني الجزائري، ونحنذكروا كذلك اليوم في ريحة زمان أعمال مسرحية أخرى نشوفوها ونذكرها معكم مشاهدينا من خلال الشاشة الكبيرة. يأتيك بالصحة والصبر باش تطلبي له الرحمة. ربي يجعلك تمتعي بعد زوجك زمان طويل، ربي يستر بناتك ويحفظهم في بيت باباهم.
عليك يعطي صحيح باش تضمني ساعدة ابنك. روحوا ادخلوا لدياركم، بداوا تطولوا في لساناتكم في الشيء اللي شفتوه. ماذا بيا ما يزيدوش يعتبوا باب داري. دير ناظر ما عندك، ما تقولي ناس القرية كلهم جاوك. نعم جاو، جاوبوا شوحوا لي الدار بسنانهم وكانهم مسموم. اوه يما ما تزيديش تقولي هاد الكلام، هكذا لازم تكلموا في هاد القرية. انا قلت لك يا زريخة انسيبك السيبو حبا على الجليل. كنا تابعنا لقطات من مسرحية دار برناردا ألبا، وهي آخر مسرحية كانت قدمتها السيدة نوريا قبل يعني وصولك للتقاعد من المسرح الوطني الجزائري. ايه خذينا التقاعد، هم قاعدونا بالسيف، نزلت اسم ما يتقاعدوش رغم الماء. صح اكيد ما تتقاعديش، الدليل راكي حاضره معايا. قاعدونا يعني. راني حاضره معاك، تحتاج كي تحتاجوا واحد تعيطوا له. صح اكيد دائما نحتاجوك ودائما تنوري الشاشه، شاشه التلفزيون الجزائري. راح نشوفوك في عمل راح يحكي عليه بعد قليل سيد علي، مسلسل وفيلم. سامحيني لكن قبل ذلك مدام رانا نحكوا على المسرح الوطني الجزائري، تذكري اول مسرحيه واش من سنه كانت؟ كانت في الخمسينات هكذا، كاينه ما انتبهتش في العام والسنه، بس كانت في الخمسينات. يعني شيء 1945 48 مع محي الدين باشا. مع محي باشا صح. نروح احنا نذكروا بالصوت والصوره، كنت زرتي اكيد مع الراحل مصطفى قزدرلي المسرح الوطني الجزائري، وين تذكرتوا الذكريات والبدايات؟ نشوفوا كيف كيف. ايه يا لوبيرا دالجي، المسرح الوطني الجزائري الكتاب تاع الروايه الاولى اللي لعبناها فوق هذه الخشبات. نعم راني تابته في 45، راني تابته هذيك الروايه مصايب اليتيم. مصايب اليتيم هي الروايه الاولى. وعام من بعد 1946 لعبنا روايه خالد لو سامسون الجيريا، راني تابته عليها. سامسون الجيريا مع حبيب رضا. حبيب رضا كلثوم لطيفه، انت مصطفى كاتب، هنا سيساني، جماعه اللي كانوا في
فين مسرحية في رصيد الفنانة القديرة نوريا قزر؟ لهذا الشيء اللي خلى الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة تقوم بتكريمها بمناسبة اليوم العالمي للمسرح ككل. سناكد المسرح الوطني الجزائري يحتفل بالمناسبة. وخيرت سيدة نوريا هي المكرمة. على كل حال أنا سيدة نوريا كان سبق لي وكرمتها بمناسبة يوم الوطني للفنان في سنة 2003، وسبق لي كذلك كرمتها في 2009 بمناسبة عيد الأمهات مع الفنانة المصرية مديحة يسري، في سنة 2017 بمناسبة يوم الوطني للفنان بمناسبة يوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس كرمت السيدة نوريا لأنها تستاهل كل خير، أعطت الكثير للسينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون ومن حقها تتكرم، وكان حفل رائع أنت كنت حاضر فيه وكنت قمت بالتنشيط تحت الحفل. صح، ونشوفوا الأجواء كيف كيف. أبو الفنون يجمع أبناءه على ركح مسرح محي الدين بشتارزي الذي كان بمثابة شهادة ميلاد لعديد الأسماء المسرحية الفنية الكبرى. بمناسبة حلول يوم العالمي للمسرح الذي يصادف 27 مارس، المسرح الوطني والديوان الوطني لحقوق التأليف فكرنا به نظموا حفل فني تكريمي على هذه السيدة، السيدة القامة اللي أعطت الكثير من فن في الميدان المسرح والتلفزيون والسينما، وهذه السيدة أعطت أكثر من 70 سنة، اليوم في عمرها 97 سنة، ربي طولها في عمرها، بحضور كوكبة من الفنانين. احتفاء باليوم العالمي للمسرح المصادف لتاريخ 27 مارس من كل سنة، كرمت الجمعية الفنية الثقافية الألفية الثالثة سيدة وعميدة المسرح الجزائري والعربي الفنانة القديرة السيدة نوريا قزدرلي. فني ارتبط بأعمال قيمة شهد لها التاريخ. العين عليك وعلى هالكلام، لكن كيف عشاني نشوف في قلبك قمرة تلمع وياسمين منورة. سلمون سلمون الله. يا حبيبي يا حبيبي، صورتك مدفونة في قلبي، ودود قبرك مو حال يقدر يمحيها. واش ويا راك سمعك شاي الشاعر على حبراج لها تعطي فشادي رايتك المشغول هذيك ما دامت الف ليله وليله. أكيد سيدة نوريا تستحق كل التكريم والتقدير في مختلف المناسبات ومن غير مناسبات، وكانت من بين كذلك الأسماء التي كرمت بوسام الاستحقاق الوطني. الزميلة النشيطة أسماء لوناس قامت بتغطية أجواء الحفل وتلاقت مع مجموعة من الفنانات والفنانين. عرفوا أنه السيدة نوريا هي ضيفتنا اليوم في رحلة زمان وحبوا يقولوا لها هات الكلمات، نشوفوها مع بعض. نوريا ربي طول لك في عمرك، ربي راكي انت اللي حليتي الابواب للفن للمراه الجزائريه، ونقول لك ربي يعطيك صحتك وربي يطول لك عمرك وصحه رمضانك، وان شاء الله نتلقاوك غير تكون ان شاء الله بخير ان شاء الله. سهل لي اكثر من وقفه سيدتي، انت كنت دائما وما زلت تبقاي دائما القدوه بالنسبه لي، انا كنت دائما إنسانة جادة وإنسانة ودودة، نحبها في نظرتها ونحب ملامح وجهها، ودائما إنسانة عندها صوت رائع وممتاز، وإنسانة حبوبة وإنسانة مخلصة لوطنها، مخلصة لفنها، وخاصة نحب فيها التواضع. فشكرا لك سيدتي، تعلمت عليك الكثير
نتمنى لك إن شاء الله طول العمر، نتمنى إن شاء الله لك رمضان سعيد وكل سنة وأنت في ألف خير، وعيدك مبارك يا عزيزتي، وشكرا لك أنك موجودة في حياتنا ورفقتينا وكنت خير أستاذة لكل الفنانين اللي هم من أبناء جيلي. شكرا سيدتي نورية، شكرا. أنت خدمتي الفن بقلب وبروح وبإخلاص، وأديتي رسالة فنية طالما عشنا عليها، فنقول لها ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا إن شاء الله، ونشوفوك ثاني بصحة وبعافية إن شاء الله. الحاجة نورية ربي يطول في عمرك وربي يخليك لينا إن شاء الله، على خاطر أنا نحبها بزاف، يعني كانت لي الفرصة، ماشي فرصة واحدة ولا زوج، يعني ونخالطها إنسانة طيبة بزاف وعاقلة وتحشم وتحب الشباب. نورية قلتي لي شفتك وكرموك وفرحتي وطرحت ليك وقلتي لي علاش ما جيتينيش؟ انا ثاني كنت مريضه نورية، ماشي غير انتي، كنت عيانه، ولكن هاني شفت بنتك اليوم قدامي، كانت قاعده فوزيه قدامي، وقلت لها اعطيني التليفون تاع نورية نحب تعرضني عندها، ماشي ندق دق باش ندخل، انتي اعرضيني نجي لعندك الى ما زلتي تحبيني. يا تركي لا بدلتيني بكاش وحده. تحية لكل الفنانين والفنانات. أكيد السيدة فريدة صابونجي ابنة نورية حضرة معنا فوزية، وأكيد راح نجمعكم في لقاء قريب. كل الأشخاص اللي عرفوا أنه السيدة نورية حضرة معنا، حتكون حضرة معنا في هذا العدد، بعتوا بهدايا من أجل المشاركة في تكريم هذه السيدة القادرة اليوم في صندوق ريحة زمان. راح نتعرفوا على الهدايا التكريمية التي وصلت إلى السيدة نورية، مجموعة كبيرة من الهدايا. هذه الهدية الأولى مقدمة من طرف قاضي محمد السعيد، اللي كان لعب دور الحفيد تاع سيدة نورية في مسلسل المصير. أول هدية توصل للبرنامج. هدية أخرى كذلك من عند عبد الرؤوف غماز من تنس، أكيد هدية قيمة، حاجة ما تغلى على السيدة نورية، أكيد حنسلموها لها. و البرنامج كذلك قرر يهدي لها هاد البليطة، بليطة زمان، أكيد راح نلبسوها للسيدة نورية، اللي راح نكشفوا كذلك على آخر عمل شاركت فيه مع ضيفنا اليوم سيدة علي بن سالم في مسلسل وفيلم سامحيني. نشوفوا جينيريك هذا العمل ونرجع لكم، بقوا معنا. والغربة نهايتها رجوع، الليل لازم نصبح
الغربة نهايتها الرجوع. يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا دموع، يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا دموع. الليل لازم نصبح الغربة نهايتها الرجوع، الليل لازم نصبح الغربة نهايتها الرجوع. يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا دموع، يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا. الليل لازم نصبح الغربة نهايتها الرجوع، الليل لازم نصبح الغربة نهايتها الرجوع. يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا دموع، يا دنيا يكفينا نواح، يا دنيا يكفينا دموع. يا دنيا لحظة سماح تعوض العمر اللي ضيع، يا دنيا لحظة سماح تعوض العمر اللي ضيع، تعوض العمر اللي ضيع. اكيد جينيريك مسلسل وفيلم سامحيني اخراج سيدي علي بن سالم ضيفنا. اكيد راح نتحدثوا بعد قليل على هذا العمل اللي شاركت فيه السيده نوريه. وحضر معنا في رحله زمان كالعاده في ختام البرنامج الفنان التشكيلي محمد بن معيزه، دائما بالمفاجاه لوحه فنيه تشكيليه للسيده نوريه. محمد مساء الخير. مرحبا الفنانه السيده نوريه اللي نعتبرها هي فنانة أو عمود من أعمدة الفن الجزائري. نكشف على اللوحة محمد هكا باش يشوفها المشاهدين تاعنا. الإبداع تاعك هدية تكريمية أخرى للسيدة نوريا، لوحة تقدم للسيدة نوريا. استحق تحية سيد محمد بن معيزة. أكيد محمد راح يلتحق بهذا اللمة الفنية مع سيد علي بن سلم، أكيد السيدة القديرة نوريا والفنان عمار معروف. حلقة اليوم إهداء إلى روح الفنان عمار معروف في الذكرى الأولى لرحيله في الفاتح جويليا 2018، حيث كانت هذه آخر إطلالاته على شاشة التلفزيون الجزائري من خلال برنامج ريحة زمان مع القديرة نوريا قصدلي. نحيي مرة أخرى كل الفنانات والفنانين في الجزائر، وكذلك نترحموا على اللي رحلوا علينا. حبينا نكملوا بهذه اللمة الفنية. شكرا لكحلول عبد القادر. عفوا، سمعنا بالفنانة القديرة سيدة نوريا غي معنا، حبينا نشاركوا ومبادروا في هذا التكريم. أكيد راح انقطعوا مع السيدة نوريا. شكرك كثير عبد القادر وجبت لها هدية وقدموا لها هذه الهدية. إن شاء الله كما نقولوا تنال إعجابها، إن شاء الله تنال إعجابها ويطبوا لنا ربي إن شاء الله في عمرها. آمين إن شاء الله. يعطيك الصحة عبد القادر. صح عبد القادر، تفضل معنا. نشكر السيد علي، يعطيك الصحه كنت معنا اليوم. بارك الله فيك. شكرا. على كل حال انا نشكر مؤسسه التلفزيون، فكروا السيده نوريا اللي ربي يطولها في عمرها، واللي نذكر المشاهد باللي عندها في عمرها 97 سنه، وشوف راهي تعبانه وجات من اجل باه الشعب الجزائر متعطش كثير باه يشوفها، وترقبوها ان شاء الله في العمل اللي عملناه مسلسل وفيلم سامحني ان شاء الله على التلفزيون الجزائري. يعطيك الصحه عمي عمر. الله يعيشك، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، طول عمرك إن شاء الله. محب نتلاقاو سمعنا الجاية إن شاء الله مع لو أخرى إن شاء الله. تفضل باقة ورد من مدينة الورود. بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج ريحة زمان، نلتقي الأسبوع المقبل. طول خير.